السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله طلابي الأعزاء بدرس متلائم وضروري ان احنا نعرفه مع الظروف الحالية اللي احنا نعيشها. درسنا بإذن الله راح يكون عن علوم الفيروسات والبريونات لمقرر حياة 102 المستوى الصف الأول الثانوي للمسار العلمي. أهدافنا اليوم راح نتطرق إلى مجموعة من المعلومات المهمة اللي لازم نعرفها عن الفيروسات. أهدافنا للحصة نلخصها في ثلاثة أهداف مهمة. راح نتعرف على تركيب الفيروس الأساسي، راح نوضح ما هو أو الكلمة فيروسات ارتجاعية لأنه مهم نعرفها، ومعلومات عامة عن تركيب البريونات. لما نقول مصطلح فيروس، خاصة هالأيام دائما نسمع فيروس كورونا المنتشر، الفيروس هو عبارة عن شريط غير حي من المادة الوراثية. طيب ما هي المادة الوراثية؟ مهم نعرف ان عندنا نوعين من انواع المادة الوراثية. النوع الاول اسمه الـ RNA، والمادة الوراثية الثانية من الأشرطة وهو عبارة عن الـ DNA. هذه الأشرطة سواء DNA أم RNA تكون محاطة بغلاف من البروتين، فأتينا بروتينات تحيط بهذه الأشرطة فقط. هذه هو تركيب الفيروسات. نشوف الصورة هنا عندنا. الصورة هذه لو نلاحظ أن الشكل المشار إليه اللي أنا أحدده لكم هو عبارة عن بكتيريا، وعادة هذه هي بكتيريا الإشيريا شوكولاي أو بكتيريا القولون الموجودة في أمعاء الإنسان. هذه البكتيريا تتعرض إلى هجوم من أنواع الفيروسات وهو فيروس اللاغم البكتيري. لاحظ حجم الفيروس مع حجم البكتيريا. علماء التصنيف الأحياء لم يصنفوا الفيروسات ضمن جدول التصنيف، وقالوا من الآخر هي فيروسات ليست حية. لماذا ليست الفيروسات حية؟ لأنها هي أول نقطة لا تتحقق فيها جميع خصائص الحياة، وإحنا درسنا في المدرسة أن خصائص الحياة مجموعة، مثال عليها النمو التعظي التكاثر والحاجة إلى الطاقة، فهي تفتقد. وأساسا الفيروس ليس به خلية، الفيروسات ليس لديها عضيات خاصة للحصول على الغذاء، وأيضا لا تكون بروتينات ولا تتحرك ولا تتكاثر من تلقاء نفسها، لذلك تحتاج إلى وجود خلية حية نسميها خلايا العائل اللي راح تعطيها صفات الحياة. الفيروس لو نلاحظ مكتوب عندنا أصغر مسبب للمرض، فنستنتج أن الفيروسات هي مسببة دائما للأمراض على عكس البكتيريا. البكتيريا في منها بكتيريا نافعة وفي منها بكتيريا ضارة، لكن النسبة الأكبر هي بكتيريا نافعة. الفيروس كلها مسببة للمرض، لكن علشان نشوف الفيروس لازم نستعين بالمجهر، ومو أي مجهر، لازم المجهر الإلكتروني. وإذا شفنا الفيروس بالمجهر الإلكتروني راح نشوف أن حجمه يتراوح ما بين 5 إلى 300 نانو متر. طيب هذه الفيروسات شلون جاتنا وشلون طلعت على وجه الأرض؟ في نظرية كانت تقول أن الفيروسات نشأت من أجزاء من الخلايا، لأن مادتها الوراثية اللي هي الـ DNA أو الـ RNA تشبه الجينات الخلوية في المخلوقات الحية الأخرى عندنا. فلو نلاحظ في هذه الصورة هو عبارة عن شكل فيروس تم مشاهدته بالمجهر الإلكتروني. الفيروس يتكون جسمه من قلنا جزئين مهمين. الجزء الأول اللي هو طبقة خارجية أو الكفر يسمى بالمحفظة وأساسها البروتينات. فنشير إلى هذه هي عبارة عن البروتينات المحيطة بالفيروس. داخل المحفظة عندنا المادة الوراثية، فهذا يمثل شريط المادة الوراثية. وقلنا المادة الوراثية قد تكون DNA وقد تكون RNA وليس الاثنان معا، يعني داخل يا DNA أو RNA.
معلومة لازم نعرفها، أن هذا الشريط الظاهر عندنا يمثل شريط الدي ان اي. زين شلون عرفنا أن هذا الدي ان اي؟ هو عبارة عن شريطين حلزونيين ملتفين، فنعرف أن هذه عبارة عن دي ان اي. انزين شلون راح نعرف أنه هو ار ان اي؟ مجرد شريط واحد فردي هو يمثل الار ان اي. نشوف الفيروسات الارتجاعية مثال عليها فيروس نقص المناعة. الفيروس ارتجاعي عبارة عن فيروس لكن المادة الوراثية مالته فقط ار ان اي بدلا ان تكون دي ان اي، وايضا له دورة تكاثر معقدة. مثال على فيروس الارتجاعية مثل ما قلت فيروس نقص المناعة المكتسبة الـ HIV اللي يضعف الجهاز المناعي في الثدييات، وبعض الفيروسات المسببة لمرض السرطانات. تركيب جسم فيروس الـ HIV من شنو متكون؟ يتكون من رقم واحد غلاف بروتيني، فنشير إلى الغلاف البروتيني هني عندنا، هذه كل الغلاف البروتيني، وعندنا بروتين الفيروس، نحط أن بروتين الفيروس ممثل هي هذه النقاط الموجودة عبارة عن بروتين الفيروس. عندنا المحفظة، نشير أن المحفظة موجودة داخل هذا التركيب، هي عبارة عن المحفظة، ونشوف أن فيها شوية من التركيب الدهنية اللي جاية من خلايا العائل. مهم أن عنده شيء اسمه إنزيم النسخ العكسي. إنزيم النسخ العكسي مكانه رقم 4، هذه الدوائر النقط المحصورة ما بين أشرطة المادة الوراثية. وعندنا المادة الوراثية هو الـ RNA عندنا. زين نركز شوي على العلاقة ما بين 4 و5، العلاقة ما بين إنزيم النسخ العكسي والمادة الوراثية الـ RNA. عندنا RNA واحنا قلنا فيروس ارتجاعي، إذا عنده RNA هو راح يهاجم خلايا جسم الإنسان. احنا جسم الإنسان كل خلايانا مركز التحكم في النواة هو الـ DNA، علشان يحول الفيروس من صيغة RNA إلى صيغة DNA يحتاج إلى إنزيم النسخ العكسي. في هذه الشريحة راح نركز شوي على دورة حياة أو طريقة تكاثر الفيروسات داخل أجسامنا. فيروس الـ HIV احنا قلنا تركيبه من المحفظة ومادة وراثية من الـ RNA. كيف يتكاثر؟ نشوف هذه الشكل. أول شيء عندنا هذه الفيروس موجود خارج خلايا جسم الإنسان، وهذا عبارة عن خلية إنسان أو خلية عائل. هذه الفيروسات راح تهاجم خلايا العائل، عشان تهاجم خلايا جسم العائل تحتاج ان هي ترتبط، فتكون هنا عندنا المستقبلات. شلون مستقبلاتها؟ نشوف البروتينات الموجودة على الفيروس تركب مع المستقبلات الموجودة في خلايا جسم العائل. هذه لما تركب المستقبلات مع بعضها البعض يسمح بدخول المادة الوراثية، فتدخل المادة الوراثية اللي هي الـ RNA. دخل RNA الفيروس عندنا هني، RNA الفيروس لازم يتحول إلى DNA. احنا قلنا شلون يتحول إلى صيغة DNA؟ من خلال إنزيم النسخ العكسي. فإنزيم النسخ العكسي مثلا موجود، نوضح لكم بلون آخر. إنزيم النسخ العكسي ها بشار باللون الأخضر يعمل على تحويل شريط الـ RNA إلى شريط الـ DNA. تحول الحين دي ان اي الفيروس ويدخل داخل نواة خلايا جسم الانسان. دخل الدي ان اي داخل الخلايا ياخذ الشكل اللي وضحته لكم من ساعة، اللي هو شريطين حلزونيين ملتفين. شريط الدي ان اي الفيروس يلتحم مع دي ان اي الانسان، هذه دي ان اي العائل. يحدث هناك اندماج ما بين الاثنين، يندمج دي ان اي الفيروس مع دي ان اي العائل ويبقى داخل النواة لفترات طويلة. فنشوف هني يبقى دي ان اي داخل سنوات عديدة حتى ينشط.
بعدها الفيروس حاب انه راح يطلع من الخلية جسم العائل، يجينا نفس الشيء انزيم النسخ العكسي، فيحوله من دي ان اي الى ار ان اي، فيتحول مرة ثانية الى ار ان اي فيروسي، راح يطلع من خلال النواة، وبعدين راح يكون اجزائه اللي هي المحفظة والغلاف البروتيني، وتتكون فيروسات. لما يطلع الفيروس او ان هني تحرره من خلية جسم العائل راح نسميها الفيروسات المتحررة. بكذي انتهينا من جزئية الفيروسات وندخل في جزئية البريونات. البريونات شوية أو مختلفة تماما عن فكرة الفيروسات. البريون هو عبارة عن بروتين، فنقول هو البريون عبارة عن بروتينات، لكن البروتينات هني هي ليست نافعة، لا ما تساعدنا في عمليات النمو، لكن هذه البروتينات تسبب لنا العدوى وتسبب لنا المرض، ونطلق عليها المصطلح الدقيقة البروتونية المعدية. لاحظ كلمة معدية يعني تعدي جسمنا وتسبب لنا أمراض. شلون راح نعرف البريونات؟ شلون نعرف مميزاتها؟ نشوف الصورة. الصورة اللي عندنا رقم واحد هذه بروتين طبيعي لا يسبب لنا أي مشكلة. الصورة الثانية رقم اثنين هو عبارة عن بروتين البريون، لاحظ أنه صارت بروتينات لولبية الشكل، لما يتغير البروتين إلى شكل اللولبي فهو هني يسبب لنا المرض، ونطلق عليه كلمة البريون، يسبب لنا هو العدوى. صفات البريونات انها موجودة في الخلايا، وقلنا شكلها شكل اللولب او الحلزوني، وظيفتها ليست معروفة بالشكل التام، ولكن هي تتكون عند حدوث طفرات في الجينات. يعني كلمة طفرة هو خلل في على مستوى الجين، فلما يصير خلل على مستوى الجين يحدث هناك خلل في إنتاج هذه البروتينات، لأن هناك علاقة ما بين الجين والبروتين. يعني المعلومات الوراثية الموجودة في صورة الـ DNA يحمل شفرات، وهالشفرات في النهاية تتحول إلى صيغة الـ RNA، وبعدها تتحول إلى عندنا بروتين. طيب إذا كان خلل على مستوى الـ DNA فبيصير عندنا خلل على مستوى البروتين، فهني عندنا طفرة أو خلل في الجينات أدت إلى ظهور خلل في البروتينات، وهذه البروتينات راح يسبب لنا مجموعة من المشاكل. من هذه المشاكل مرض احتلال الدماغ الأسفنجي، وهو حدوث طفرة في البروتينات الموجودة بالضبط في الخلايا العصبية. لما تصير هناك خلل في بروتينات الجهاز العصبي أو الخلايا العصبية خاصة في منطقة الدماغ، يحدث هناك حدوث فراغ. لو نلاحظ هني عندنا شوية باللون، نشيرها باللون الأسود أو اللون الأخضر، هني عندنا انكماش في الدماغ، ويصير الدماغ نفس الإسفنج. لما تصير البريونات أو أيضا سبب لنا أمراض ثانية على مستوى الثدييات، يصير عندنا كجنون البقر ومرض جاكوب في الإنسان، وهو مرض الخرف أو الزهايمر. أتمنى أن أنتوا استفدتوا من حصتنا اليوم، تعرفنا إن شاء الله على الفيروسات، ويحميكم الله من شر أي فيروس في الحياة، وشكرا على حسن استماعكم.